خلونا ننتقل لنقطة أخرى، القطاع الخاص. القانون بيقول إيه يا دكتورة في قصة القطاع الخاص؟ القطاع الخاص والمجتمع المدني مفروض إنه يشترك، وبرضه المستشفيات الجامعية. بنسبة كام؟ يعني إيه النسب اللي بيحددها القانون؟ مفيش، هو المهم يبقى في تخطيط سليم لكل منطقة وكل محافظة. احنا بنشوف الكثافة قد ايه، الامراض اللي موجودة قد ايه، عدد المستشفيات الموجودة تبع الجهات الحكومية، وبعدين بتكمل بالجهات الاخرى. نسبة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الاولانية قد ايه يا دكتور؟ سؤال مهم جدا. بس خليني اجاوب الاول على هل الدولة مش حريصة وفاهمة ووضع عندها جدا اهمية مشاركة القطاع الخاص والقطاع المدني او الاهلي في التأمين؟ ده اساسي. ويمكن احنا شغالين مش بس على تمكين القطاع الخاص. هي الدولة حريصة، لكن كلمني عن التطبيق. ما ده اللي انا هقوله لحضرتك بقى. يعني في الاول هو واضح، يعني الحرص موجود، لكن التطبيق عملت ايه بقى الدولة عشان تبقى حريصة؟ طب خليني قبل ما اقولك الدولة عملت ايه اقول هي التقديم الخدمة بيتم من خلال يا مستشفيات مملوكة للدولة، سواء مستشفيات تتبع وزارة الصحة أو الجامعية أو القطاع الخاص. طب بورسعيد هي فيها مستشفيات جامعية؟ الحقيقة أنه لا. طب القطاع الخاص في بورسعيد أخباره إيه؟ الحقيقة القطاع الخاص في بورسعيد مش زي القاهرة. طيب نخش بعد كده السويس، هي فيها مستشفيات جامعية؟ الحقيقة أنه لا. طيب القطاع الخاص أخباره إيه؟ فالمرحلة الأولى هي كانت صحيح، كان العدد المؤمن عليهم أقل، وده كان يسهل الأمور، لكنها كانت صعبة أيضا على الدولة، لأن وجود القطاع الخاص في الست محافظات في المرحلة الأولى ليس بقوته في محافظة زي القاهرة والجيزة. بس القطاع الخاص مش بس مستشفيات، القطاع الخاص معامل تحليل. بعد إذن حضرتك، أنا عندي مشكلة مهمة جدا في توصيف القطاع الخاص أمام القائمين على هذا المشروع تحديدا. القطاع الخاص بالنسبة لهم هو عبارة عن مستشفيات. لا. وحتى لا. مع احترامي بس سؤالي بس تفضل بس ماشي. وحتى الشروط اللي وضعها هيئة الرقابة والاعتماد للحصول على الاعتماد في منتهى الصعوبة لا تنطبق إلا على مستشفى. القطاع الخاص الطبي في مصر قائم في الأساس على المراكز المتوسطة، على المركز اللي هو 6-18 سراير وبيعمل عمليات صغرى ومتوسطة. دول بيغطوا أكتر من 40-50% من القطاع الخاص الطبي في مصر. ما فيش ستاندرد أو بارامترز عند هيئة ضمان الجودة والاعتماد للحصول على الاعتماد عند المراكز دي. المراكز دي عشان تخش المنظومة محتاجة يا إما تصرف مئات الآلاف من الجنيهات وما عندهاش ضمانه انها تعرف تستردهم تاني، وفي النهايه القطاع الخاص لازم يستفيد. فانا كنت بقى طالب ساعتها برضو رئيس هيئه الرقابه والاعتماد بوضع شروط ميسره للقطاع الخاص الطبي المتوسط. طب هو ده منطق ان انا احط للدوله شروط تختلف عن شروط القطاع؟ على العكس، انا المفروض ان انا بوحد شروط الانضمام للمنظومه. يبقى عشان انا عايز الخدمه اللي بيتقال. اصل في النهايه انا بقول ان الفلوس اللي هتدفعها هيئه التامين مقابل الخدمه هي بتحدد بناء على المواطن عايز يتعالج فين. فالمفروض بما انه هو الفلوس تتبع المواطن، يبقى المواطن لازم انا احط له معيار واحد لتلقي الخدمه، يبقى كل الخدمه على نفس المستوى. ما فيش معايير يا فندم للمراحل المتوسطه؟ لا، المراحل المتوسطه ما فيش. في معايير. اتفضل يا دكتور. طبعا المعايير في هيئة الاعتماد والرقابة واحدة بالنسبة لقطاع خاص، حكومة، جمعيات أهلية، كل واحد. في بقى مستويات للخدمة، في رعاية أولية، وفي مركز صحي، وفي مستشفى، وفي مستشفى متخصص، وفي صيدلية، وفي صيدليات تبع اعتمادها. بس هو الأقرب للمواطن ان هو يروح العيادة الخاصة اللي جنبه، مركز التحليل اللي جنبه، حسب الليفل بقى. يعني هو لو هي مستوصف جمعيات أهلية ويبقى بيقدم الخدمة اللي هي الرعاية الأولية، هيدخل بالمواصفات بتاعة جهار اللي هي رعاية أولية، ودي هتبقى على فكرة بتغطي يمكن 70% من الخدمات المطلوبة. ولحد النهاردة احنا القانون المصري ما كانش بيدي للدولة الفرصة دي. عشان كده احنا في وزارة الصحة ومجلس الوزراء وافق على هذا وتم احالته للبرلمان، في قانون تم تقديمه عشان يسهل على القطاع الخاص انه يبقى يخش في الرعاية الاولية، وعشان يسهل على القطاع الاهلي انه يخش في الرعاية الاولية. ده الان هذا القانون يناقش الان امام، وده اللي عملته الدولة قبل المرحلة دي. مش موجود. يبقى مشاركة القطاع الخاص في المرحلة الأولى كانت ضعيفة أم أنها؟ بس مش موجودة. كانت ضعيفة مش لأنه ما كانش موجود. أنا في محافظات المرحلة الأولى حجم القطاع الخاص قليل،
لكن انا في محافظات المرحله الثانيه حجم القطاع الخاص اكبر، وعشان كده انا تقدمت كدوله بقانون للبرلمان عشان ييسر مشاركه القطاع الخاص وفق شروط الاعتماد في المنظومه الصحيه. وده محتاج قانون؟ ما كانش في حاجه تسمح لي بان انا كان يسمح لي ان اتعامل مع المستشفيات. طب واحنا دخلنا وحدات الرعايه الاوليه اللي هي البيز اللي هي مدخل التامين الصحي، ما هو انا النهارده المواطن بيروح لوحده الرعايه الاوليه هي اللي بتحوله للمستشفى. للطبيب الاسره. ايوه للطبيب الاسره. يعني من البدايه. طب احنا دخلنا ازاي لتطبيق هذا القانون اللي المفروض فيه مشاركه القطاع الخاص في المحافظات الاولى اذا كان القانون ما لسه محتاجين قانون قبل؟ لا، في جهات قانون بيقول ده. انا على دي ادافع عن بيقول انه القطاع الخاص داخل، لكن اليه دخول القطاع الخاص ده اللي كان محتاج تشريع.